جديه كتير. انا مضيت على شيكات على بياض وعقود مش متحدده قبل سابق وقلت ماشي، وده الوجبه امضي تاني، وده مش اول تعامل ما بيننا والمفروض يبقى في ثقه. عندك حق، بس شركاء عايزين يضمنوا حقهم في صفقه السلاح دي، خصوصا بعد السرقه اللي حصل. تصور مش مصدقين ان السلاح اتسرق. ليه؟ هو انا اللي سرقته يعني؟ لا جابر، انت من شغلك معانا تكسب فلوس كتير قوي، فمش لازم تتاثر بمطالبنا. ما قلتش حاجه، لكن قلبي مش مطمن، حاسه كمين من صفقه سلاح. كمين؟ اقصد اقول لك، قصدك تقول ان الصفقه ديت كبيره ولازم تتنفذ، لان فيها شركاء كتير قوي ومش مسموح فيها باي خطا، مفهوم؟ مش معنى الصفقه دي بالذات هو مش نفس المشوار برضك؟ لا، ومش هتعرف اي حاجه الا لما اقرر امتى اقول لك. ولا تنسوا الفضل بينكم. تفضل يا فندم. شكرا. تفضل يا فندم. مبروك الطلاق يا مهرة، يا رب تكوني كده مرتاحة. إذنك زيدان. دي كل الألمازات اللي انت جبتها لي من ساعة ما اتجوزنا، ما بقوش من حقي دلوقتي. دول هدية ليك يا مهرة. لو سمحت خدهم. انت ازاي سايبني كده؟ انا خلاص دماغي ابتدت تفرتك، مش عارفه اعمل ايه. بعد الشر عليكي يا حبيبتي، وبعدين سيبيها على الله، انت الحمد لله رجعتي الراجل اللي بتحبيه. انا خايفه يا سهر، الموضوع بتاع الواد حسن ده ممكن يبوظ الدنيا كلها. انا ما صدقت ان انا ارتحت لما بشوف جابر بيلعب معاه وبيضحك، بابا عايزه اقول له ده ابني، بس انا خايفه يكرهني. لا مش هيكرهك. لا يا يكرهني، جابر بيحبك. وبعدين اللي انت عملتيه ده كان عشان خاطري. يا سلام يا شيخ، استعبطت يا بنت انت. امال كنت عايزه تعملي ايه؟ مش عارفه اعمل ايه. وبعدين جابر مش مضمون، ممكن يعمل اي حاجه. هيعمل ايه يعني؟ بنت ام ابنه وهو ابوه، وانا اتنيلته وكتبته باسم راجل تاني. ممكن ياخد مني حسن، ممكن ياخد حسن، صح؟